السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودرس جديد في دروس التربية التشكيلية للمستوى الثاني ابتدائي وكتاب المختار في التربية الفنية صفحة 10. عندنا هنا: أزخرف باقة الأزهار بالخطوط والألوان التي تعرفتها وتمرنت على الرسم بها. عندنا هنا شي دلوريدات ياك، وعندنا غادي نعمرهم بالخطوط بمختلف الالوان. هما اصلا بداو لكم هاد اللعبه هادي، يعني عدلوا لكم هاد لي زيكزاك، يعني كتعاودوا عليهم كتكملوا الزواق ديالكم بحال هاد الشكل هذا. ممكن مثلا نعمل ناخذ لون اخر ونعمل خطوط ونعمل واحده اخرى هيدا معاكسه ليلى باش تبان، نعمل اخرى هكذا، نعمل اخرى هكذا باش يبانوا الخطوط مختلفه باش تبان ديك الورده، ونعمل اخرى بهذه الطريقه هذه. المهم هما ما طلبوا لكم شي واحد اتجاه ديال الخطوط معين، هما قالوا لكم ذوقوها باش ما بغيتوا. ناخذوا مثلا، انتم تقدروا تكملوا هاد الوردات كما حبيتوا. ناخذوا مثلا هاد الورقه هذه، غادي نعملها انا بهذه الطريقه هذه، منين وصلني هنايا نعمل هاد اللعبه هادي هيدا، ومين نجي لهنا نعمل لها هاد الديكور هكذا. وها انا ساليت الورقه ديالي، شفتوا كيفاش كيجي المنظر ديالها مزيون. نقدر ناخذ الا عندي شي اخضر اخر، نقدر ناخذ مثلا هاد الورقه هادي نعمل لها هاد اللعبه هادي خطوط، كتعطي منظر جميل جدا. ناخذ اللون الاصفر او البرتقالي او اللي بغيت، نقدر نعدل مثلا الخطوط هيدا بهذه الطريقه، لاحظتوا؟ وغنبقى كنستمر حتى نكمل الباقه الورود اللي عندي، فهمتوا؟ نقدر نعملها باي طريقه بغيت، نقدر نكملها باي طريقه بكل سهوله غير بيدي، ما غادي نحتاج نقول للام ديالي ولا الاب ديالي اجي عدل لي، فقط شريطاتي اللي ما كيعرفش انا. ها نتوما كنعدلهم غير بيدي، واخا كيكونوا ماشي معوطين، هما شحال ما كانوا ماشي معوطين كيجيو مزيونين. تقدروا تعملوا دي زيكزاك. ما معنى دي زيكزاك؟ انني مثلا غنشبر واحد اللون وغادي نشبر الورده، وغادي نعمل مثلا هيدا، غنهرس الخط، لاحظتوا؟ يعني انا غنهرسو كما بغيت، لانهم ما قالوا لكم شي مستقيم، قالوا لكم يعني عدلوا الخطوط كما حبيتوا ورضيتوا. نقدر نعمل الوسط، نقدر نعمل الوسط هكذا، نقدر نعمل الوسط كما بغيت بهذه الطريقه هذه. لاحظوا كيفاش العمل كيجي جميل جدا، وغيب شويش عليا حتى نكمل الورود اللي عندي كامله ونكمل الاوراق اللي عندي كامله. لاحظوا انها بقى ما تكملت واصلا جات مزيونه بزاف، يعني نتوما ملي غتعدلوها غتجي حسان من ديالي، غتجي ديالكم واعره، غتجي حسن، لاحظتوا؟ اصلا التمرين بسيط جدا، يعني كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا وتكملوه بهذه الطريقه هذه. كاين واحد بابيو هنايا عند العوينات والدقيمه، يعني تقدر تعدلوا العوينات بالكحل والدقوم ديالها بالحميمار وتكملوا على هذا البابيون بهذا الخطوط هيدا متعرجه، اولا تعملوا لها اي خطوط بغيتوا ماشي بالضروره. وهنا عندكم شي الخطوط ماشيين هيدايا، هادو كيفاش كتعدلوهم؟ هادو كتشدوا المسطره، انا باش نوريكم كيفاش تعدلوهم. لاحظوا كاين هنايا خطوط، انا غنختار الرمادي باش يعطيني واحد اللون مزيون بزاف. غادي نبدا الشرطه من هنايا، لاحظوا هنايا غادي نعمل الشرطه هيدا، ما غندخلش في الباقه ديال الورود ديالي، غادي نخدم غير في الفراغات.
لاحظوا بحال هذه الطريقه هذه، وكنجي من هنايا عاوتاني وكنعمر هذه الفراغات اللي مع غير مع الحواشي ديال الباقه حتى نساليها، باش كتعطيني بحال واحد الخلفيه، وبالتالي كتعطيني واحد المنظر جميل جدا. يعني اصلا هو اصلا جميل، هو اصلا كيكون جميل غير حيت نتوما عاملينه بيدكم، يعني ماشي شي واحد اخر اللي عدلو لكم. لاحظوا انا ما عملت حتى شي حاجه، شبرت اقلام اللاباد، تقدروا تعدلوهم نتوما بالملونات عاديا، تقدروا تعدلوهم بالستيلو، يا تستيلو يسد الالوان، ديك الاقلام الحبر اللي كيكون فيهم الغوز الموف، كيكون فيهم الاصفر والازرق، ديك الاقلام الملونه اللي كنكتبوا بها، كاينين الاقلام بالالوان، تقدروا تعدلوهم باي طريقه بغيتوا. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، خفيف وظريف وقصير، وما دالكمش الوقت بزاف، يعني ما دالناش الوقت بزاف باش ما يجيكمش الملل، وكنتمنى تكونوا استفدتوا، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الدراسه ديالكم، وفقكم الله لما تحبون وترضون، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.